لنستذكر تاريخ الماضي والحاضر، ولنتعظ منه كدروس وعبر نحو المستقبل الأفضل لبلد يسوده الأمن والاستقرار والازدهار. مذكرات وزير عراقي جواد هاشم، ذكريات في السياسة العراقية من عام 1967 إلى عام 2000. يسلط هذا الكتاب الضوء على المكائد والمؤامرات التي حاكى صدام حسين لخلع البكر وتسلمه سدة الرئاسة، ويكشف النقاب عن التوتر الذي شاب العلاقات الشخصية بين أركان النظام العراقي. الفصل 19، الزنزانة رقم 7، دعوة للموت، اختطاف في وضح النهار، من كان المخبر؟ طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. العنوان والمحتوى يعبر عن رأي الكاتب. إن أمكن اشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. طبعا هذا الموضوع الفصل 19 يعني موضوع طويل، هناك بعض المعلومات أو الأحداث الموجودة في هذا الكتاب يعني ذاكرتها مصادر أخرى، لكن راح نختار اليوم لحضراتكم هذا الجزء من الفصل 19. يقول: قبل أن أغادر العراق يوم 6 ماي أيار 1977 ملتحقا بعملي في رئاسة صندوق النقد العربي في أبوظبي، ذهبت لتوديع صدام حسين والاستماع منه إلى ما يريده من المؤسسة الاقتصادية العربية الوليدة والدولة التي تستضيفها. كانت نصائح صدام لي ووصاياه تكاد تنحصر في جملة واحدة: علي أن أنظر للمسؤولين الإماراتيين من فوق أي نظرة متعالية تؤكد شموخ العراق، بدون اعتبار إلى أن هؤلاء المسؤولين هم أشقاء قبل كل شيء. دعوة للموت. يقول: بعد سنتين تقريبا وعلى وجه التحديد صباح السبت 17 تموز 1979 أذاع راديو الإمارات أخبار خطيرة عن إجراء تغيرات في القيادة العراقية. أحمد حسن البكر يستقيل لأسباب صحية. صدام حسين يعين رئيس لمجلس قيادة الثورة، رئيسا للجمهورية، رئيسا للوزراء، أمين عام للقيادة القطرية لحزب البعث، قائدا عاما للقوات المسلحة وسلسلة أخرى من التعيينات. وفي يوم 29 وفي الساعة 10 صباحا وأنا في مكتبي، دخلت السكرتيرة لتقول بأن شخصا من السفارة العراقية في أبوظبي يريد مقابلتي لأمر عاجل، ولم يكن ذلك الشخص سوى مسؤول المخابرات العراقية في السفارة. يعني إجا ويريد يخبرني بأنه تسلم برقية من بغداد وتقول بأن السيد الرئيس يدعوني لزيارة بغداد للاستشارة في بعض الأمور الاقتصادية، لذلك فأنه يريد إبلاغي بمضمون تلك البرقية وتحديد موعد سفري. شكرته وبعدين رديت عليه بأنني راح أتصل هاتفيا بالرئيس لأعرف شنو يعني حقيقة الأمر. يقول: بقيت فترة أتساءل ويا نفسي لماذا هذه الدعوة المفاجئة، أحقا هي برقية من رئيس الجمهورية أم من رئيس المخابرات برزان التكريتي؟ ثم إذا كان رئيس الجمهورية هو الذي يدعوني، فلماذا لم يأتي الإشعار يعني ليش ما جت البرقية من وزارة الخارجية إلى السفير العراقي؟ تساؤلات عديدة وهواجس كثيرة من هذه الدعوة. لماذا؟ لست أدري، ولكني شعرت بأن الأمر غير طبيعي وعلي لابد من الاتصال بصدام حسين شخصيا. اتصلت بالقصر الجمهوري ببغداد فقيل لي أن الرئيس غير موجود، وتم تحويل المكالمة إلى برزان التكريتي الذي كان في منتهى الرقة في سلامة ويعني السلام وردة. وعندما أشرت الالتزامات الرسمية يعني وضيق الوقت، رد برزان بكل مجاملة: أخذ وقتك في العودة. على الرغم من مجاملة برزان لم يطمئن قلبي. المجاملات هي للتطمين ويعني أسلوب متعارف عليه في دوائر المخابرات. ولم تمضي سوى أسابيع قليلة على ذلك الاتصال، وإذا بوكالات الأنباء تنقل أخبار سلسلة التصفيات التي جرت في بغداد يوم 21/8 عام 1979، حيث تم إعدام مجموعة من أعضاء القيادة القطرية من بينهم عدنان الحمداني وأصدقاء له ووزراء ومدراء عامون عملوا معه بتهمة التآمر على حياة صدام حسين. سمعت هذا الخبر وأنا في لندن أقضي إجازة الصيف،
وحمدت الله أنني لم أذهب في حيني لبغداد تلبية لدعوة الرئيس، غير أن قلقي أخذ في الازدياد وعادت التساؤلات يعني مرة أخرى، هل أتوجه إلى بغداد في هذا الجو المشحون أم أنتظر فترة؟ وفي خضم هذه التساؤلات قررت الاتصال بالدكتور فوزي القيسي وزير المالية، كان وقتها باريس للمعالجة يعني حتى استشيره يعني تبين منه إذا كان على علم بدعوة الرئيس لي. كان رد الدكتور القيسي يعني بعد ما يعني أعلم هاشم للدكتور القيسي يقول هؤلاء قد يضمرون لك شرا، واستمر قائلا إذا لم يكن عندك ما تخافه فتوجه إلى بغداد، لأن عدم ذهابك قد يفسر بأنك تتخذ مواقف معادية من العهد الجديد، وقد يؤدي ذلك إلى إلغاء تعيينك في صندوق النقد العربي، مما يعني أما العودة إلى بغداد أو اللجوء إلى بلد آخر. بعد ذلك بأسبوعين غادرت لندن إلى بلغراد لحضور الاجتماع السنوي لصندوق نقد الدولي، وعلى أمل لقاء الدكتور القيسي لبحث مسألة سفري لبغداد بشكل أكثر تفصيلا. ولم يأتي الدكتور القيسي حيث توفاه الأجل في مستشفى بباريس. يقول يعني رجعت إلى أبوظبي في أواخر سبتمبر أيلول 79، ولم يمضي على العودة بضع أيام وإذا بمسؤول المخابرات العراقية يزورني كعادتي على غير موعد ويستفسر عن موعد زيارتي لبغداد، مما دفعني إلى تحديد 18 من أكتوبر تشرين الأول موعد للزيارة. وكإجراء احترازي جعلت من زيارتي إلى بغداد وكأنها مهمة رسمية، فشكلت وفدا من أعضاء الصندوق لمصاحبتي، إذ قلت لنفسي أنه من الصعب اعتقالي وأنا رئيس وفد رسمي، أو على الأقل في حال اعتقالي سيكون الخبر معروفا ويصعب إخفائه. هم إذا يريدون يعتقلوك يا وفد رسمي يا بطيخ. في يوم الخميس 18/10/79 توجهت مع الوفد إلى مطار أبو ظبي، وكان السفير العراقي محمد جاسم الأمين ومعه مسؤول المخابرات العراقية يعني ينتظرون في صالة التوديع، وكأنهما يريدان التأكد من أنني سأغادر فعلا إلى بغداد وليس إلى جهة أخرى. جلسنا في الصالة نتحدث بانتظار موعد الإقلاع، وهنا جاء موظف التشريفات ليقول بأني مطلوب على الهاتف. كان المتحدث ولدي عمر ولم يكن قد بلغ 8 من عمره، يريد توديعي ويريد يحذرني في ذلك الوقت من السفر لأنه قد شاهد حلما في الليلة السابقة. سألته يعني سأل ابنه يعني ايش حلمت يعني بالحلم شنو شان الحلم، يقول حلمت بأنك بمجرد وصولك إلى بغداد فإن صدام حسين راح يقتلك بالرشاشة. وبدأ عمر يتوسل حتى يعني يأجل سفره ويحذر منهم. وأقولها بصراحة أنه لولا الحياة ولولا وجود الوفد لكنت قد ألغيت السفر، ولكن مع ذلك يعني قامت طمأنت عمر وودعه وأقلعت الطائرة. في مطار بغداد وجدت في استقبالي وزير المالية ثامر الرزوق الشيخلي ومحافظ البنك المركزي العراقي حسن النجفي وثلاثة شبان آخرين لم أعرفهم، وكان ما يميزهم شواربهم هاي أكيد هاي شاربهم أكيد من المخابرات. وفي صالة الاستقبال اقترب مني أحدهم ليقول دكتور خصصت لكم بأمر من أستاذ برزان سيارة خاصة إضافة إلى السيارة التي خصصها وزير المالية. وبادرت سيد رزوقي استفسر منه عن سبب دعوتي وإذا كان يعرف ماذا وراءه، وكم كانت خيبة أملي كبيرا عندما قال بأنه يجهل الدعوة وما وراء الدعوة. من المطار اتجهنا إلى فندق بغداد ضيوفا على الحكومة العراقية. كان يوم وصولنا يوم الخميس، لذلك اتفقت مع وزير المالية على زيارتي صباح يوم السبت في مكتبي، ومن هناك اتصلت ببرزان التكريتي رئيس جهاز المخابرات حتى يعلمه بوجودي واشكره على تخصيص سيارة خاصة لي، واستفهم عن موعد مقابلة صدام لتقديم المشورة يعني اللي تم على أثر الاستدعاء، لأنني أريد العودة بسرعة إلى أبوظبي لحضور اجتماعات مجلس إدارة الصندوق. وبشيء من الاعتذار قال برزان دكتور أن بقائك في بغداد يجب أن يستمر إلى حين
انتهاء الأمور المطلوبة. وهنا يعني أتساءل، ولكن ما هي الأمور المطلوبة؟ ولم أسمع الجواب. وكما تقضي التقالي توجهت إلى القصر الجمهوري للتوقيع في سجل الزيارات، وأنا أحدث نفسي كم مسؤول عراقي وقع في هذا الدفتر ليقع في فخ المخابرات وينتهي به الأمر إلى السجن أو الإعدام. كذلك التقيت بحامد حمادي السكرتير الشخصي لصدام حسين، وقدمت له بعض الهدايا التي كنت قد جلبتها لصدام، ساعة يدوية وبضعة أربطة عنق من ماركة ليونارد المفضلة لديه، ثم استفسرت منه عن موعد مقابلتي لرئيس الجمهورية. بدأ الاستغراب على حامد، أي موعد؟ لم يحدد لك موعد، الرئيس مشغول طوال الأيام العشرة القادمة. كما أوضح لي حامد بأنه كسكرتير لصدام لا علم له حول مسألة استدعائي للمشورة. أكدت له بأن قدومي إلى بغداد وبناء على برقية من الرئيس وصلت إلى مسؤول المخابرات في سفارتنا في أبوظبي. ولكن أي رئيس؟ سأل حامد، قد يكون المقصود رئيس المخابرات. وهنا زاد يقيني بأن أمرا ما قد دبر وقد وقعت في فخ المخابرات. غادرت القصر الجمهوري، كانت الساعة قد قاربت الثانية ظهرا، وتوجهت حيث أقام وزير المالية ومحافظ البنك المركزي دعوة غداء لي والوفد المرافق. وفي يوم التالي كررت الاتصال ببرزان، وقيل لي بأنه غير موجود سيتصل بي في وقت لاحق، وكان واضح لي أنه بذلك لا يريد الحديث معي طبقا لأساليب المخابرات المعروفة. اختطاف في وضع النهار، وفي الساعة الثالثة بعد الظهر قام بالزيارة في غرفتي بالفندق اثنان من موظفي المخابرات، وطلب مني مرافقتهما لجهة لم يتم تحديدها. وعندما بدأت أستفسر وأتلكأ بالذهاب، شهر أحدهما مسدسا، وبعد سيل من الشتائم قال من الأفضل أن تأتي معنا. وهكذا خرجت منصاعا دون أن أتمكن من إعلام أي أحد بما حصل أو أني مغادر ومع من. قادني ضابط المخابرات بسيارتي إلى دار خلف سينما النصر التي تقع في قلب العاصمة وتطل على شارع من أهم شوارع بغداد التجارية، شارع السعدون. ويبدو أن هذا الدار عبارة عن محطة انتقال، فهناك شد الوثاق حول عيني، وبلغني الشخص الذي يتولى إعطاء الأوامر أن اسمي أصبح الآن حسن عبد الرضا، وعلي أن أرد على هذا الاسم ولا أفصح لأحد عن هويتي أو اسمي الحقيقي لأي حارس أو مسؤول في المكان الذي أنا فيه. وقادني أحد الحراس في جولة طويلة بين الصعود وهبوط والاتجاه إلى اليمين واليسار، ربما استغرقت الجولة دقائق، ولكني شعرت كأنها دهرا، حتى أجد فجأة أقف ويفك عن عيني الرباط لأرى نفسي أمام زنزانة كتب علي رقم 7. فتح بابها وأدخلت فيها، ومن ثم أرصد الباب. كان من الطبيعي أن ألتفت حولي متفحصا عالمي الجديد. كانت الزنزانة عبارة عن غرفة مساحتها 4 أمتار 2x2 بدون شبابيك أو أثاث على الإطلاق، ومعبأ برائحة البول، ويتسلل إلي نور خافت من مصباح الفلورنس معلق في السقف. بعد حوالي نصف ساعة أو هكذا بدلي فتح الباب مرة أخرى وسلمني الحارس بجامة نوم كانت جديدة، وأخذ ملابسي وما كان معي، حقيبة يد وساعة. ومرة أخرى بعد نحو نصف ساعة أيضا فتحوا الباب، سلموني فراش من الإسفنج وإناء فيه ماء، وعندما أحضروا الطعام اعتذرت عن قبولي. كانت ليلة طويلة لم أذق فيها طعم النوم، والأفكار والاحتمالات تتطارد في ذهني. في الصباح قدم لي الشاي، ومرة أخرى رفضت شربي، وذلك خوفا من أن يكون قد دس السم أو المخدر فيه أو ما يشبه ذلك. وقدمت لي ملابسي، وطلبوا مني الاتصال بعائلتي للاطمئنان. كما اتصلت بناء على طلب بالدكتور صاحب ذهب عضو الوفد المرافق لي للعودة لمقر عملهم دون انتظاري.
بعدين يقول أخذوني إلى بناية المخابرات العامة، وكانت بناية الحياة في كرادة مريم قريبة من القصر الجمهوري. ومن غرائب الصدف أنني اشتريت هذه البناية من أموال الخطة الاقتصادية لتكون مقرا للمخابرات، وقد أشرفت وزارة التخطيط على تأسيسها وتنظيمها. هاي يشترون هاي المخابرات، بعدين هذا الوزير يخلوا بناية المخابرات. دخلت مكتب رئيس المخابرات برزان التكريت بحضور طاهر توفيق العاني عضو القيادة القطرية ووزير الصناعة. بادرني برزان بعد عبارات المجاملة القصيرة بأن لدي بضع أسئلة يريد مني أن أجيب عليها جوابا صريحا واضحا. وكانت الأسئلة: أذكر ما كنت تذكره في جلساتك الخاصة عن الوضع في العراق واتجاهات الدولة والحزب وعن كفاءة الحزبيين والرسميين مقارنة بكفاءتك. أذكر ما كنت تذكره حول طريقة اختيار السادة المسؤولين لاستلام المسؤولية الحزبية والرسمية وكيفية خضوعها لمعايير طائفية. تكلم عما كنت تتحدث به حول سوء التخطيط في البلد وعدم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تنفذ في البلد وعن عدم الخبرة عند المسؤولين في الجانب الاقتصادي والتخطيط في العراق، موضحا بذلك الأشخاص الذين تقصدهم. لقد ذكرت وتحدثت عن العمولات التي تؤخذ نتيجة عدم الدقة في إحالة المشاريع الصناعية. أربعة أسئلة تشابه الأسئلة الامتحانية في المدارس الثانوية، وهي: إن دلت على شيء فإنما تدل على الأفق الثقافي والاجتماعي لمن وضعها، بحيث جاء السؤال الرابع غير مكتمل. أربعة أسئلة علي الإجابة عليها دون الترك. هاي مثل المدارس اللي كان مثلا يجيبون ست أسئلة يجب عن خمسة، أو أن يكون السؤال فلان من ضمنها. كان واضحا بأن الذي يقف وراء تلك الأسئلة وربما صياغته هو طاهر توفيق العاني عضو القيادة القطرية ووزير الصناعة. ترى هل وجد فرصتي الآن للانتقام مني بعد أن كنت قد شكوت لصدام قبل سنوات لأنه تدخل في قضية ترفيع المدير العام الذي أشرت إليه في فصل سابق؟ كان برزان هادئ ومتزنا في كلماتي، بل كان مجاملا إلى أقصى الحدود، تاركا الكلمة الشائنة والتعبير الفضل الرفيق العاني. هو يقدر هذا العاني يحشي له ماغ الضوء الأخضر من برزان الذي اتهمني أولا بأنني سعيت لنقل مقر اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا الأكوا التابعة للأمم المتحدة إلى بغداد، مع علمي بأن تلك المؤسسة هي مركز تجسس أمريكي. ولما أعلمت أن الذي كان قد طلب جعل بغداد مقرا للمؤسسة هو صدام حسين، يعني هاي معلومة في غاية الأهمية والخطورة، سارع إلى وصف صدام بالفارس العربي المقدام وتغيرت ملامح وجهه. وهنا تدخل برزان قائلا بأنه لا يريد مني ردا مباشرا على الأسئلة، وناولني قصاصة ورق احتوت على تلك الأسئلة، بل طلب مني أن أزوده بالرد مكتوبا. يقول رجعت للمعتقل وفي جيبي ورقة الأسئلة، ورحت باتجاه الغرفة رقم 7، غير أن الحارس اصطحبني إلى غرفة أخرى مؤثثة، وباتت المعاملة أحسن، حيث قدم لي طعاما مقبولا وسجائر، كما زودت بأوراق وقلم لإعداد ردي على تلك الأسئلة. كتبت الرد في صفحة كاملة، وقد نفيت نفيا قاطعا ما قيل عني في تلك الاجتماعات، وجعلت الرد موجها إلى رئيس الجمهورية صدام حسين، ورجعت إلى النوم. ولم تمضي ساعات حتى فتح الباب ليطل علي شخص سرعان ما عرفته، طويل القامة، هاو حبس وجهه يعني، قال ودي يقول له: هل عرفتني يا دكتور؟ أنا الذي كنت أعمل سائقا في وزارة التخطيط، ولكني الآن والحمد لله أقوم بمهام وظيفية أخرى هنا، مهمة حماية الثورة والوطن من الخونة والمجرمين. شد عيني بقطعة من قماش أسود وقادني لمسافة ليست بالقصيرة بين صعود وهبوط، حتى أدخلني إلى غرفة وبدأ التحقيق معي بدون فك الرباط عن عيني.
كانت الأصوات التي تسمع من الغرف المجاورة كافية لبث الرعب في النفس، فقد كنت أسمع صرخات التعذيب ولا أدري إن كان المقصود إن أسمعها لتخويفي وبث الرعب في نفسي أم أن هناك من يعذب فعلا. قام الشخص الذي يحقق معي بالتعريف برتبتي العسكرية، قال له يعني رتبة مقدم، وقال عندي أوامر من السيد الرئيس بعدم تعذيبك، وعلي أريد أن تعترف بشأن الأسئلة التي طرحت عليك. وأخذ يسألني كيف كانت علاقتك بالرئيس خلال يعني عندما كنت وزيرا للتخطيط، هذا يقول له جيدة، من بعدك عين وزير التخطيط عدنان الحمداني، هذا محقق مقدم، يقول له تقصد المجرم عدنان، بطبيعة الحال المجرم عدنان الحمداني. كيف كان التخطيط الاقتصادي في الفترة التي كنت فيها وزيرا للتخطيط؟ كان التخطيط جيدا، هذا جواب كلا، كان تخطيطكم تخبيطا، ولكن حكمة الرئيس الفارس العربي هي التي أنقذت البلاد من مخالبكم أنتم الذين درستم في مدارس الإنجليز والأمريكان، أليس كذلك؟ وأيضا بعد 2003 أيام الدارسين بريطاني وأمريكا والآن يقودون ما يسمون العملية السياسية. جاوب يقول لا، التخطيط كان جيد، والمؤتمر القطري لحزب البعث قد أشاد بذلك في مقرراته آنذاك. هذا المقدم يقول لا، القيادة القطرية آنذاك كانت قيادة عميلة، أمثال غانم عبد الجليل وعدنان الحمداني ومحمد عايش، وتم إعدامهم، كلهم نالوا جزاء خيانتهم، أليس كذلك؟ وتوالت أسئلة أخرى، ولكن المحقق كان بشكل عام ينتقد جهاز التخطيط وأعماله. استمر التحقيق ما لا يقل عن الساعة، ويعني من ثم رجع مثلا إلى غرفة السابق، يعني رجعوا إلى غرفة السابق زنزانة رقم 7، وسحبت مني امتيازات الغرفة المؤسسة، هاي الغرفة المؤسسة تقعد براحتك ويجيبوا لك أكل زين وشرب زين حتى تكتب، ورا ما تنتهي يأخذوك يرجعوك مرة أخرى. يقول دخلت الزنزانة والحارس يردد ستبقى هنا إلى أن تتعفن وتموت. وجاء يوم الأربعاء 24/10/79، كانت الساعة تقارب 5 عصرا، فتحت باب الزنزانة ووقف أمامي مسؤول أمني قدم نفسه العقيد مسؤول المعتقل، وبأدب جم واهتمام بالغ قال لي أرجو أن تهيئ نفسك لمقابلة مهمة مع مسؤول مهم، وطلب مني ارتداء ملابسي وحلق ذقني، والطريف أنه لم يكن هناك أداة حلاقة سوى آلة قديمة تستخدم الشفرات الجلد، هاي القديمة، هاي المواس القديمة اللي مستخدمة، ولم يعثر إلا على نصف شفرة، فأخذت ومع شيء من رغوة الصابون المعروف في العراق صابون الرقي، هذا بالعراق نسميه الصابون الرقي، لكن بالنسبة للأخوة العرب اللي صابون الرقي هو المعمول من الزيت أو زيت الزيتون. يقول حلقت وجهي قدر المستطاع مسببا له بعض الجروح، وعدت ثاني إلى الزنزانة التي ترك بابها مفتوحا. في الساعة 8 مساء أقلتني سيارة مرسيدس إلى مقر رئاسة المخابرات، ودخلت مكتب برزان حيث استقبلني بالأحضان وهو يقول أريد أن تعرف يا دكتور أن اعتقالك ليس بأمر مني، إنه بأمر الرئيس، أنت تعرف علاقتك بالرئيس وشعوره وأزائك، ألا تتذكر مواقفه منك عندما كان نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة، ألا تتذكر كيف أنه كان يفرش لك العباية كل ما أوشكت على السقوط بسبب المشاغبات ضدك وخاصة في الأيام الأخيرة للبكر، ولكن يا دكتور أننا واثقون من الكلام الذي قلته ضدنا في أبوظبي، غير أن الرئيس أمر بالإفراج عنك ونسيان الماضي. بين شعور السرور ومحاولة رد التهم قلت يا أبا محمد أنا لست عميلا استعماريا أو خائنا كما اتهمني طاهر العاني. وهنا قام برزان وقبلني وقال إن الوقاحة وقلة الأدب التي صدرت عن طاهر
هي تعبير عن رأيي الشخصي وأرجو أن تحسبها علينا. طبعا مثل ما ذكرنا يعني سابقا هو يقدر يتصرف طاهر إذا ما ماخذ ضوء الأخضر من برزان، وأرجو أن تعود إلى أبوظبي وأنت تشعر بقوة أكثر، وتأكد أننا سنبقى سندا لك، وإذا رغبت بقاء إلى الأحد القادم يمكنني ترتيب موعد لك لمقابلة الرئيس. خرجت الكلمات من فمي تسبق تفكيري تقول لا بد من العودة إلى أبوظبي لوجود اجتماع مجلس الإدارة السبت القادم، وإني كل تقدير للسيد الرئيس. أوصلني برزان إلى باب المصعد ومنه نقلت إلى المعتقل مرة أخرى، لكن هذه المرة من مدخل ثاني أكثر ترتيبا. وفي المعتقل أخذ المدير المسؤول يحدثني بشيء من المرح والمجاملة، وسلمني حقيبتي. وفي الساعة 10:30 مساء غادرت المعتقل بالسيارة إلى بيت عمي، حيث وجدت أهلي وأقربائي مرحبين بي ومسرورين، ولكن دون الشعور بالاطمئنان تماما، إذ قد يغير الجماعة رأيهم وعود معتقلا في اليوم التالي. لذلك قررت قضاء الليلة في منزل آخر. صباح يوم التالي الخميس 25/10/79 غادرت بغداد على الطائرة العراقية إلى أبوظبي، ومن الطائرة يعني أجلت بنظري على مدينة بغداد لآخر مرة، وقلبي مليء بالمرارة والألم على بلد سلمت مقدراتي لمجموعة جاهلة وتزداد جهلا وعنفا يوما بعد يوم. من كان المخبر؟ من الأسئلة الأربع التي دونها برزان التكريتي على قصاصة الورق طلب مني الإجابة عليها، يستشف المرء بأن المخبر هو شخص يعرفني جيدا ويحضر معي جلساتي الخاصة في أبوظبي. يا ترى من هو هذا الشخص؟ هل هو أحد معارفي أو أصدقائي في أبوظبي؟ هل كان المخبر أحد الذين كنت ألتقيهم اجتماعيا أو وظيفيا؟ هواجس وتساؤلات واستعراض لأسماء الذين عرفتم أو سمعت عنهم أو اعتقدت بأنهم من ذوي العلاقة بالمخابرات العراقية. مرت كل الأسماء في ذهني دون أن أعثر على اسم أي شخص عراقي عرفته أو التقيته في أبوظبي يمكن أن تنطبق علي صفة عميل المخابرات العراقية. استبعدت من ذاكرتي اسماء جميع العراقيين. إذن من هو المخبر؟ لابد من يكون شخصا يريد التخلص مني كرئيس لصندوق النقد العربي، أو شخصا حدثته فعلا عن المواضيع التي أثارها برزان. نعم هناك شخص واحد كنت قد تجاذبت معه أطراف الحديث عدة مرات حول العراق، حول طاهر توفيق العاني، حول النظرة الطائفية لبعض أفراد القيادة العراقية. كان هذا الشخص عضو في مجلس إدارة الصندوق ممثلا لدولة خليجية ويحمل شهادة دراسية عليا. حدثته حول تلك الموضوعات معتقدا بعدم احتمال وصول تلك الأحاديث إلى المخابرات أو إلى تنظيمات حزب البعث. لقد كان اعتقادي مستندا إلى حقيقة أن ذلك الشخص كان يتبوى منصبا رفيعا في بلدي قبل وخلال مدة تعييني ممثلا لدولتي في مجلس إدارة الصندوق، مما حملني على الاعتقاد بأن أجهزة مخابرات بلده قد تأكدت من ولائه المطلق لحكومته وابتعادي عن أي تنظيم حزبي قبل الموافقة على تزكيتي لاستلام منصب رفيع في بلده. أقنعت نفسي بأن المخبر لابد أن يكون شخصا غير ذلك، ولكن من هو؟ ومرة ثانية استعرضت عددا من الأسماء فلم أجد الجواب. عدت إلى أبوظبي أجول في ذاكرتي وأفتش بين أوراقي، مرات ومرات أعثر على إشارة تدل على المخبر الذي تسبب باعتقالي في بغداد. بعد مضي أسبوع على عودتي ومباشرة وظيفتي كرئيس لصندوق النقد العربي، فجأة جاءتني الإشارة تدلني إلى طريق يقف في نهاية ذلك الشخص، إشارة تقول إنه هو المخبر. بدأت الإشارة عندما جاء لمقابلة مساعد رئيس الصندوق الدكتور محمد محمود الإمام بمعية المستشار القانوني الدكتور محمد لبيب. أخبرني الإمام بأنه بعد مغادرتي إلى بغداد بيوم واحد ذهب إلي أحد أعضاء مجلس الإدارة ليخبره
بأن سفرتي إلى بغداد ستطول وقد لا أعود، وعلي فإن على الدكتور الإمام استلام مهام رئيس الصندوق والدعوة إلى اجتماع لمجلس الإدارة لحين تعيين رئيس جديد للصندوق. كيف عرف هذا الشخص بأن سفرتي إلى بغداد ستطول إلى الحد الذي يستدعي تعيين رئيس جديد للصندوق؟ من الذي أخبره بأنني سوف لن أعود؟ تساؤلات كثيرة وأسئلة عديدة. هل انقلب هذا الشخص إلى مخبر يعمل لصالح المخابرات العراقية؟ بالرغم من علاقته السابقة مع تنظيمات حزب البعث في سوريا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تلك العلاقة التي أباح بها لي في مناسبات عديدة. ومرت الأيام والأسابيع والأشهر وأنا أحاول دحض الشكوك من مخيلتي حول علاقة هذا الشخص بالمخابرات العراقية. ثم جاء شهر سبتمبر أيلول عام 80، كنت في زيارة رسمية لتونس لحضور اجتماع مشترك لبعض المنظمات العربية ومنها صندوق نقد العربي. حضر الاجتماع وزراء المالية العرب ومنهم وزير المالية العراقي ثامر الرزوقي، شخصية جذابة وروح مرحة. انفردت به جانبا وأخبرته بتفاصيل اعتقالي في بغداد وأسئلة برزان مستهدفا من وراء ذلك معرفة المخبر. ابتسم ثامر وقال: ألا تعرف من هو الذي كتب عنك التقارير؟ كلا يا ثامر، أرجو إخباري باسمي، هل هو زميلي؟ هل هو عراقي من المتواجدين في أبوظبي؟ يجاوب يقول لك: كلا يا جواد، أن الذي اتصل بالسلطات العراقية ومنهم أنا كوزير المالية هو أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق. لقد أخبرني بأنك منصرف لأعمالك الخاصة وأنك تنتقد السلطة العراقية في جلساتك الخاصة وأنك كذا كذا وأنك شيعي. ملأت الصندوق بعناصر عراقية معادية للحكم العراقي. لم أصدق ما سمعت. كيف يمكن أن يتحول ممثل دولة خليجية إلى مخبر محلي يعمل لصالح المخابرات العراقية؟ لا يا ثامر، أنا لا أصدق هذا الكلام، قلته وبكل جدية. ومرة أخرى ابتسم ثامر واعتذر لارتباطي بموعد سابق. ثم جاء عام 82 وبالتحديد في نيسان، حيث موعد الاجتماع السنوي لمجلس محافظي صندوق نقد العربي. عقد الاجتماع يوم 27 من هذا الشهر في مدينة الكويت. كان هذا آخر اجتماع سنوي أحضره كرئيس للصندوق نظرا لانتهاء مدة السنوات الخمس التي عينت فيها على رأس تلك المنظمة. حضر الاجتماع ثامر الرزوقي بصفته الرسمية كوزير للمالية مندوبا عن العراق. ومرة أخرى انفردت به جانبا وتساءلت عن المخبر الملهم الذي كان سببا في استضافتي القصيرة في الزنزانة رقم 7 في إحدى معتقلات بغداد السرية. قلت لثامر: إنني لا أصدق ما قيل عن هذا الشخص وعلاقتي بالمخابرات العراقية أو ببعض تنظيمات البعث أو ببعض أعضاء القيادة القومية للحزب من غير العراقيين. ومرة أخرى ابتسم ثامر، وهاي مثلا ضرب على كتفي وانصرف. ومع كل الدلائل التي قدمها ثامر وأشار بي إلى شخص معين، بقيت غير مقتنع كليا بأنه هو المخبر، بل ذهب ظنوني إلى أن رزوقي يحاول التستر على المخبر الحقيقي عن طريق توجيه أصابع الشك والاتهام إلى جهة أخرى، خاصة وأن رزوقي كان من العناصر الحزبية المتقدمة التي لا يمكن أن تبوح بإسرار الحزب أو بمحرري تقارير الحزبية السرية، وبالأخص التقارير التي من شأنها قطع الأرزاق أحيانا أو قطع الرقاب أحيانا كثيرا. وتركت الصندوق، وفي عام 91 التقيت بشخص أعرفه منذ أيام دراسة في بغداد، كاظم مسلم. كان معاون لرئيس المخابرات العراقية منذ عام 69، كان يرافقنا في جميع الزيارات الرسمية خارج العراق. وبعد تركه الوظيفة في منتصف التسعينات انصرف إلى العمل التجاري. لقد جاء اعتقالي في الفترة التي كان فيها يتولى منصبه بجهاز المخابرات، وكان على علم تام بتفاصيل حادث الاعتقال والشخص الذي تسبب فيه.
في ذلك اللقاء أكد لي مسلم صحة ودقة المعلومات التي سبق لسامر الرزوقي البوح بها، بل ذهب أكثر من ذلك وقال إن للمخبر علاقة بالقيادة القومية لحزب البعث، وعن طريق تلك العلاقة أوصل المخابرات سلسلة من التقارير عن تحركاتك وتصرفاتك وأقوالك في جلساتك الخاصة في أبوظبي. لقد كان هذا المخبر نشطا في التحرك ضدك على كل المستويات الخليجية منها والعراقية، حتى استطاع إزاحتك من الصندوق وزرع الشكوك لدى القيادة العراقية حول اتجاهاتك السياسية، وقد وعدني بتزويدي بنسخ من تلك التقارير. وبقيت أنتظر طال الانتظار، وفجأة ما تكاظم مسلم أثر نوبة قلبية حادة، ولكن بعد أن انحول شكوكي حيال ذلك الشخص إلى يقين راسخ. ملاحظة طبعا أيضا يسترسل هاشم يقول: لأسباب قانونية لا أريد ذكر اسم هذا الشخص. بالنسبة للأخوة المستمعين أو اللي يشاهدون هذا الفيديو، إذا عندهم معلومات إضافية ممكن خلال التعليق ويضيفوها ويزودونا بالتفاصيل الأكثر إن أمكن. حتى نلتقي، تقبلوا منا أجمل التحيات.